السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة The World Cook. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. كي بقيتوا مع الصيام لاباس؟ كي دوزتوا هاد ال7 أيام اللي دازت؟ ما نطولش عليكم، جيت معاكم من جديد في واحد الوصفة اللي هي لا سوب دو شامبينيون. نبدأ معاكم. عندي طنجرة عادية، نشعلو على النار، نديرو الزيت البلدية تقريبا واحد 4 المعالق. نسيت ما قلت لكم المقادير، عندي هنا تقريبا 400 غرام ديال الشامبينيون طري وغسلته وقطعته، هنا عندي 2 بصلات صغار مشلضين، هنا عندي مناسب ديال الدجاج، ابزار معلقه صغيره ديال الملحه، فرماج ديال الشيدر تقريبا 800 مليلتر ديال الحليب، 250 مليلتر ديال الكريم فريش ليكيد، كريمه سائله، نص معلقه صغيره ديال الثومه، معلقه كبيره ديال الطحين، وهنا اللي بغى يزيد المنسم ديال الخضر. نبدا معكم على بركه الله. انا هنا درت 4 معالق ديال الزيت، غنزيد عليهم هاد 2 بصلات مشردين، نشحرهم ينزلو عليه شويه هادي رائعة. هاد الوصفة هادي خفيفة للفطور، واحد 2 دقايق نخليوها تشحر، نزيدو عليها الشامبينيون حتى يطيب حتى ينزل ويذبل، دابا عندي الشامبينيون اللي قطعته، اللي ما عندوش الشامبينيون طري يقدر يدير الشامبينيون معلبات، مي صراحة هاد الوصفة كتجيب الشامبينيون طري كتجي رائعة، كتستحق، كتجي واحد المذاق ماشي بحال هاديك ديال كونسيرف ولا كونجلي. كما كتشوفوا غنخليه يطيب، غنخليه يدبال شويه ونرجع لكم. من بعد ما دبلات دبل الشامبينيون والبصله كما كتشوفوا، دابا غنزيد العطريه ديالي. هنا عندي معلقه كبيره ديال مناسب الدجاج اللي هو الضامه ديال الدجاج، هنا معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الملحه، ما خصكمش كثروا من الملحه على حسب كنور شويه مالح، الضامه ديال الدجاج، هنا نص معلقه ديال الثومه، نص معلقه، معلقه كبيره ديال الطحين، نخلطو هادشي كامل، اللي بغى يزيد المنسم ديال الخضر يزيدو، أنا غندير شويه كيجي رائع، كيتباع في المحلات التركية كما كتشوفو، هذا هو، غندير معلقة، فيه كما كتشوفو فيه الجزر، فيه كما كتشوفو البصلة، المعدنوس، القزبر، اللفت، كلشي ما شاء الله كيجي لذيذ. هنا نحركو هادشي، غنزيد هاد 250 مليلتر ديال كريمة سائلة والحليب، هي كتجيب منسم ديال الدجاج كتجي زوينه، اللي بغى يدير دجاج طروفه يديرهم، انا غندير غنطحنها، اللي بغى يخلي هاد المقادير هكا مورصويات يديرهم، انا ولادي ما عندهمش معالي مورصو، داكشي علاش مع الطراب، داكشي علاش غنطحنها. دابا كما كتشوفوا غنزيد معكم 800 مليلتر ديال الحليب، عرفت واش كيبان لكم ولا لا في الكاس، ها هو 800 مليلتر،
نزيد هذا الصبه ديالي كما كتشوفوا. اليوم بغاش يدير الحليب يستغنى عليه يدير غير الماء. انا غنزيد شويه الماء عاجيني خاطر نزيد شويه الماء. غنزيد تقريبا كندير معكم 100 مليلتر ديال الماء يكون دافئ ولا بارد كما بغيتو. 300 مليلتر هي هنا 400 هذه 300 عرفت واش كيبان لكم راه 300 صافي. ونسد عليها من بعد منين تغلى غنزيد لها الفخوماج شيدر. منين تغلى منين طيب هادي نرجع معكم نوريكم الشكل ديالها. انا قلبتها في طنجره صغيره هذه كانت عندي كبيره كما كتشوفوا. الشامبينيون طاب البصله طابت غلات كتجي عاقله على هذا الشكل. كنزيد لها فرماج شيدر اللي ما عندوش الفرماج هذا طرونش ديال ساندويتشات شيدر يقدر يدير فرماج تارتيني ولا لاباش كيري ولا كيري اللي عندكم متوفر ماشي ضروري هذا الفرماج هذا. مي هذا كتجي رائعه ليه كيعطيها واحد اللذه زوينه كما كتشوفوا. نخليه يذوب ومن بعد غنطحنها غنطحنها بالميكسر يذوب هذا الفرماج هذا. يلا حطيتو داب ودابا غنبدا نطحنها معاكم. نطفيو عليها النار ونبدا نطحنو كما كتشوفو. بعد ما طحنتها كتجي هكا عاقده كما كتشوفوا. غنديرها في طبق التقديم ونولي معكم في الشكل النهائي. هذه هي السوب من بعد ما طحنتها كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. كتجي خاطره ولذيذه واحد الرائحه طالعه ما نقول لكمش عليها غزاله. هذه الفطور كتجي رائعه خفيفه ماشي ثقيله على المعده كما كتشوفوا كتجي على الشكل. واللي ولا بغيتو بغيت غير نقول لكم واحد الملاحظه الا بغيتو تخليو لي مورسو خليوها. انا ولادي ما قلت لكم ما كيبغيوش لي مورسو درت لكم الطحونه هيدا وصافي. هذا هو الشكل النهائي ديالها وكنتمنى تعجب لكم وتروق لكم وتجربوها وتبارطاجيوها مع صحابكم. وصحه فطوركم والسلام عليكم